جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: إنني أحيانا أذهب مع أهل زوجي كأخواته، ويبدو أن الرسالة من إحدى المجتمعات، إلى خارج البلدة التي أنا مقيم فيها، حيث أنني مقيمة في مكة المكرمة، أذهب معهم إلى الطائف أو إلى جدة للنزهة ولزيارة الأقارب. هل يعتبر سفري هذا محرم جزاكم الله خيرا، إذ أنه لا يوجد معي محرم إلا أهل زوجي كما قلت؟ المسافة من مكة إلى الطائف مسافة قصر، يجب مصاحبة المحرم فيها، ولا يجوز لك السفر إلى من مكة إلى الطائف أو العكس بدون محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. ولا شك أن بين مكة والطائف مسيرة يومين للراحلة. نعم.